دير الزور 10/2/2013. حي المطار القديم بعد تحريره والسيطرة عليه من قبل الجيش الحر. ثاني أيام تحرير حي المطار القديم، هاي البلاية تبع الكلاب. لين نستمتع بحارات المطار القديم، والله الحمد، الحمد لله رب العالمين. وموسي شد وخلي الناس اللي برا تستمتع بهذا المصر. اطلع فوق الدرج، احنا كنا بالطابق الارضي هم كانوا فوق. المقدر كان يرمي القنابل من هنا مستريح الدرج علينا. بالله عليك. ايوه شباب احنا هنا يلميها علينا من هنا. هذا البيت من هذيك الزاوية وهاي الزاوية والشبابك هاي اللي فوق. طبعا هذيك الطلاقية جوا فتوا علينا قنابل أكثر من 50 قنبلة تقريبا. زيتون علينا قنابل من الشباك ومن الزاوية. هاي غرفة المقدم الكلب الشبيح اللي كان هون بالمطار القديم. طبعا هذا البيت كان بيه مستقر مقدم ملازم أول ومساعد وسبع عناصر. انقتل الملازم أول اسمه علاء شقرة وأربع عناصر، إنما المقدم هرب. طبعاً هم قاعدين بالشقة هاي وبالشقة المقابلة بنفس البناء. غالب كريم. شوف هاي كلها البيوت ململمينها من بيوت الحي. سرقات. كمبيوترات، شاشات، رسيفرات، سفنجات، هدوم. كل شيء خيو، كل شيء يخطر بباله. طبعا هذا دم الكلب. هذا مين هذا؟ الملازم هو. أيوة. هذا أشقر مو؟ إيه. شلون هذا؟ قنصوا واحد من الشباب من الشباك هذاك. شلون مدرسة يعني ولا شلون؟ الخمر الذي كان يشربها شبيح الأسد. ما يعرفون إنه إحنا جايين. هذا دم الكلب الشبيح الملازم أول. طلعنا من الشباك هذاك. أيوة. وبلش زيت قنابل ابدا مبين على الشباك وشاين. طلاقيات كلاب الاسد التنقل داخل بنايات حي المطار القديم. انزل حبوز انزل هذا زيت احد البيوت اللي مبعثرين بي ولعبانين بي فرقنا. شوف طبعا هاي الطلاقيات كانوا يضربون علينا. زين هذا الشباك يضربون على وصلنا لها. كل بيت فايت عليه الجيش نلاقي نفس البعثرة هدوم كل بيت. طبعا هو قصده يعملوا هيك عشان يتهمون بها الجيش الحر. هاي الامور نعرفها. نعم نتمنى ان الاهالي يفهمون هالشيء. هذا بشار الكلب، بشار الكلب عمل شغله وكل لاحظوها. كان دائما يصدر عفو. كل الناس تعتقد بانه هذا العفو هو للمعتقلين. للاسف كان فقط يخرج منهم اصحاب الجنايات اللي متهمين بالحراميه. يعني دائما ما يخرجون المعتقلين الراي، كان يخرجون بالسجون المدنيه. اكتشفنا بعدين ان هي خطه. كان في بعضهم ناس منظمين
لهم مهمة معينة اللي هي السرقة لهدف ثاني. في طابور خامس تابع للنظام مهمته هذول يسرقون وهذول يشوهون صورة الجيش الحر. يعني خطة متكاملة مشان ضرب هذا التوحد ما بين الناس والجيش الحر اللي هو أغلى من كل شيء غصبا نريد وما يريد. مو غصبا يعني قصدي أنه يبقى غالي. لازم نكون إحنا واعين لهالأمر أنه النظام هو المصلحة الوحيدة إله أنه يشوه سمعة الجيش الحر. غير هذا وهذاك ببعضهم انخرطوا بالجيش الحر. طبعا إحنا بصفاء نية يعني كنا نستقبل كل من يريد يقاتل ضد هذا النظام. فأثاري أيضا من نفس الشيء أنه كانوا غايتهم السرقة وتشويه صورة الجيش الحر. ولازم هاي الشغلة ما الفكرة هاي ما تغيب عن بال العاقلين. يعني بس حبينا نشوف العالم شلون الجيش كان يعمل بيوت العالم. يا تفضل. طبعا احنا لقينا سرقات اشكال والوان لابتوبات موبايلات شغلات ثمينة. ذهب لا ما لقينا ما نعرف حديدة المقدم شالها لما هرب ما نعرف. تعال شوف هذا احد الكمبيوترات. منزل المقدم الشبيح الذي كان يقطن في حي المطار القديم هو وكلابه.